هلا وصلنا لفقرتنا الأساسية شو صار رح نحكي فيها عن جرائم النظام التي لا تنتهي ولا تقف عند حد معين. اليوم رح نفتح معكم جزء من ملف العنف الجنسي في سوريا والذي استخدمه النظام أداة وسلاحا في الحرب ضد السوريين. صحيح، حيث أصدر المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريرا يدرس ويحلل شهادات ناجيات وناجين من العنف الجنسي في سوريا. نتعرف على تفاصيله في التقرير التالي. واجه السوريون وخلال عقود من حكم آل الأسد عددا لا يحصى من الانتهاكات القانونية، انتهاكات للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان متضمنة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي تقرير أصدره المركز السوري للعدالة والمساءلة حلل من خلاله روايات بعض الناجين من العنف الجنسي منذ عام 2011 تحت عنوان هل تعرفين ماذا يحدث هنا؟ وجاء العنوان بناء على جملة ذكرتها إحدى الناجيات على لسان عنصر أمن كان يحاول أن يرهبها بمشاهد اعتداء جنسي على أخريات أمامها. 16 ناجيا وناجية استطاع التقرير توثيق رواياتهم عن مختلف أشكال التعري القسري في المعتقل وأشكال متعددة من العنف الجنسي أثناء المداهمات وفي نقاط التفتيش تصل إلى الاغتصاب كوسيلة للضغط أثناء التحقيق. ومن جهته يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الكوارث المخفية عن الأنظار والتي تصعب مناقشتها نظرا لوقوعها في دائرة المحظورات والعار الذي من الممكن أن يلحق الناجين والناجيات في المجتمع دون الاعتراف بأنهم ضحايا تجب مساندتهم بالإضافة إلى محاولة ترسيخ الوعي المجتمعي تجاه هذا النوع من القضايا. بعد سنوات من الاعتداءات هل يسلك الناجون والناجيات مسالك العدالة لتجريم النظام أم ستبقى هذه القصص حبيسة الأوراق وندبة يحاول حاملها إخفاءها أو تجاهلها؟ حتى نحكي أكثر عن هالموضوع رح يكون معنا في الاستوديو نسيبة جلال استشارية نفسي، أهلا وسهلا فيكي. ورح ينضم معنا عبر السكايب المحامي إبراهيم العلبي عضو مركز جرينجا للعدالة الدولية ومدير البرنامج السوري للتطوير القانوني. أهلا وسهلا بكم. قبل ما بلش حوارنا رح أذكر مشاهدينا بسؤال حلقة اليوم موجود على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك بعد توثيق عددا من المنظمات الحقوقية لانتهاكات النظام الجنسية، هل يتوجه الناجون والناجيات من العنف الجنسي في سوريا إلى محاكمات النظام؟ تقدروا تشاركونا اكيد خلال فقرتنا لليوم. بلش معك دكتوره نسيبه، بالبدايه شو الحالات اللي بيشملها العنف الجنسي وكيف يكون مبني على الموضوع الاجتماعي اللي ذكرناه هلا بهذا التقرير؟ نعم، العنف الجنسي ممكن نقول انه هو بيشمل حالات الاغتصاب او ايضا حالات التعري القسري وايضا يشمل حالات يعني اعتداءات الغير البدنيه مثل الاقوال اللفظيه، احيانا تتعرض الضحيه الى شتم. تهديد نعم او شتم عدوان احنا بنسميه لفظي، فبالتالي هذه الاشكال هي من اشكال العنف الجنسي. لكن ايضا لدينا العنف المبني على النوع الاجتماعي ممكن يشمل أيضا حالات العنف الجنسي ويشمل أيضا حالات أخرى يعني متعددة، ممكن نقول مثلا الزواج القسري، ممكن نقول ختان الإناث، أيضا الإكراه على الزواج، زواج القاصرات، هذه كلها تعتبر من العنف المبني على النوع الاجتماعي. نعم، ما هي الآثار النفسية التي ممكن أن تترتب على الشخص إذا تعرض للعنف الجنسي؟ هو في الحقيقة أكيد أي شخص مهما كان جنسه ذكر أو أنثى عندما يتعرض لهذا الأذية البشعة سوف تخلف أيضا آثار مدمرة على هذا الشخص، ومعظم هؤلاء الأشخاص يعني حسب الأبحاث العلمية لا توجهوا إلى داعمين نفسيين أو لا تتوجهوا إلى أحد نظرا للخوف من نظرة المجتمع والعار التي تلحقهم، فبتلاحظ أنه هذه الأبحاث أيضا بتكون دائما عينتها قليلة نظرا لعدم توجه الأشخاص إليهم. يعني صحيح. نحن نتحدث عن حالات تصل إلى الآلاف، ما هي الموثقة حاليا لدينا حالات لا تصل لهذا العدد، إذا معظم الناس ما بتوجهوا أو إخفاء دائما أيوة إخفاء بالضبط لهذه نحن نسميها أصلا وصمة عار تجاه هؤلاء الأشخاص اللي تعرضوا لهذا الفعل. صحيح، حتى الدكتورة يعني أول ما بتطلع المعتقلة من المعتقل بيتم توجيه فورا هذا صحيح. السؤال إنه حدا قرب عليك، حدا أيوة. لمسك،
اول سؤال، فيعني دائما في خوف من الناس، وللاسف حتى لو ما تم يعني حصول الاذيه عليها سوف يبقى هناك شك. يعني سمعنا الكثير عن الحالات التي طلقت، واحيانا بتقول لك انا فعلا ما تعرضت ولكن خلص، يعني نحن لدينا نظره مجتمعيه بنقول كلما كل من دخل الى يعني عند النظام لابد ان يتعرض الى اذى او تحرش، أو على تحرش على الاقل. نعم صحيح. اذا تاثير العنف الجنسي بين لا يختلف بين اذا كان امراه او رجل، لا يوجد اي اختلاف في الحاله النفسيه، يعني ولكن الرجل يمكن اقل وطأة على ما اعتقد حسب مجتمعنا. يعني نحن هيك بنعتقد، لكن ايضا اذا درسنا شخصيه الرجل غالبا شخصيه الرجل بتجدي انه الرجوله لديه ايضا تتاثر. صحيح. بمعنى ان الرجل ينظر على نفسه بانه هو القوي، هو القادر، هو يعني الحامي لغيره ولنفسه. فعندما تقع ايضا هذه الاذيه عليه ايضا يتعرض ل يعني نحن بنقول احيانا فقدان للهويه الشخصيه التي يمر بها. اذا التاثير يختلف ايضا من جانب ما هي القوه النفسيه التي يتعرض لها هذا الشخص او صحيح. موجوده فيه. نحن عاده من في بعض الاشخاص لديهم هشاشه نفسيه. نعم. ففي الاوضاع العاديه معرضين لاصابه اضطرابات نفسيه. بعض الاشخاص لديهم قوه حتى بتعرضوا احيانا لازمات نفسيه قويه بتجدهم صامدين. اذا يختلف من حسب طبيعه الشخص الذي تعرض لهذه. نعم. يعني ما فينا نقول معناتها رجل او امراه، هي بالاخير كل اسمه نفس الاسم وكله بيحس يعني صحيح. نفس الاثر. نعم. النفسي، ولكن نعم. اختلاف فيزيولوجي بيكون صحيح. فقط. نعم صحيح. طيب نحن كيف معناتها بدنا نحاول نتعامل مع هذا الموضوع انه يكون في يعني اللي بده يطلع من معتقل يقدر يحكي بهي الاريحيه، يقدر المجتمع يحتضنه اصلا هو وقت يطلع، ما يحسسه انه هذا الموضوع هو ما لازم يضل مسكوت عنه يعني. صحيح. هلا انت حكيتي كلمه كثير صحيحه، هي المجتمع. احيانا بعض المجتمعات في سوريا الكبيره تقابل من يخرج من يعني زنازين النظام مثلا او المجموعات المسلحه بالترحيب، بيستقبلوهم كابطال، فبالتالي صحيح. يقدم لهم دعم نفسي كبير في هذا الاستقبال، يشعر الشخص انه قدم شيء للوطن او يعني انه يعني يحتفل به. بعض المجتمعات ايضا في سوريا عندما يخرج الشخص من هذا الوضع الذي كان موجود فيه للاسف يقابل بالتجاهل، يقابل بالنظرة العار انه هذا سواء كان رجل او امراه تعرض لاذى نفسي لابد ان يعني لا نجلس معه، لا يعني لا يختلط فينا حتى تصل بهم الى هذه الدرجه، لانهم يخافوا على البقيه من ان تنتقل الي يعني ينقل اليهم اثار معينه او يتحدث عن خبرات لا يرغب المجتمع بان يتم تداولها في هذا في مجتمعنا. نعم صح. وفي منهم يعني بعرف دكتور اذا بتوافقيني بخافوا امنيا، يعني انه طلع هو من صحيح. المعتقل فخلص صار الاسم عليه، فممكن انا اذا صحيح. مشيت معه او تعرفت عليه او طلعت معه خلص يصير انا وضعي مثله امنيا. نعم. يعني للاسف انه النظام كرس هي الحاله عند الناس. مظبوط هذا الموضوع، فصار في خوف. فبالتالي حقيقة. بدل من انه يقدم لهذا الشخص الدعم النفسي الاجتماعي، نحن يعني نصر على هذا اللقب، للاسف في هذه الحاله يتخلى الجميع عن هذا الشخص. اذا في نفس المجتمع هناك يعني نظرات مختلفه صحيح. في كيفيه التواصل مع هؤلاء الاشخاص واحتوائهم. كيف يجب يعني اكيد اي حدا من ضحيه عنده قرايبين، كيف ممكن نحن نوصل الفكره النفسيه انه يكون عنده المعامله خاصه مع الضحيه، اقاربه، اهله، اصدقائه، جيرانه؟ نعم. هلا غالبا الجميع الان ينادي باهميه تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للاشخاص اللي تعرضوا للاذى الجنسي او للعنف احيانا الموجود في سوريا. هذا الدعم هو مهم جدا لكي يستطيع الشخص تجاوز الصدمه النفسيه التي مر بها. اي شخص بمر بازمه نفسيه، بصدمه او خبره صادمه، احيانا بيتعرض لاضطراب ما بعد الصدمه نحن بنسميه. هذا الاضطراب احيانا ما بتظهر الاثار فورا عليه، يعني هي مجرد اعراض معينه يمر بها هذا الشخص. بعض الحالات بتقول لك مثلا بعد 6 أشهر، بعد سنه احيانا تظهر هذه الاعراض. عندما تكون الأسرة على وعي بمعرفة بهذه الأعراض، ممكن ذاك الوقت تحاول تقديم يعني نحن نقول خدمة للشخص الذي تم احتجازه. فمن هذه الأعراض لابد أن يكون في عنا توعية مجتمعية حول هذه الأعراض. أي شخص بتعرض لصدمة نفسية سواء كانت اغتصاب أو احتجاز مثلا أو يعني مثل ما حكينا عنف مجتمعي، ممكن يمر بمجموعة من الأعراض. هذه الأعراض حقيقة تتفاوت
وات من بسيطة إلى شديدة. نعم. فعندما تكون مثلا بدرجة معينة ممكن أنه الأقرباء أو من حولهم يحاولوا أن يقدموا هذا الدعم مع ملاحظة أن صراحة الاغتصاب أو الاحتجاز بحاجة إلى دعم نفسي من قبل فريق مختص يعني طبيب نفسي ومرشد نفسي حتى يستطيعوا تجاوز هذه الخبرة الصادمة التي مروا بها. إذن مجموعة هذه الأعراض هي غالبا تشتمل على الكوابيس واضطرابات النوم. أيضا بتلاحظي أنه هي الضحية لم تعد تستطيع أن تعود إلى ممارسة حياتها السابقة الروتينية، مثلا طالبة جامعة تركت الجامعة لم تعد تستطيع إكمال دراستها، أو إذا كانت مثلا زوجة لم تعد تستطيع القيام بمهام الزوجية أصلا، فتهمل أطفالها تهمل منزلها لا تستطيع القيام بحقوق الزوج. أيضا بنلاحظ تنتشر فيها نوبات الغضب. نعم. يعني لأسباب تافهة بتقولك أنا ما الأهل ما عملنا لا أي شيء فرضنا تثور بنوبات الغضب. بس في استحضار يمكن للمواقف اللي مرت معها. استحضار وأيضا يركزوا على الأفكار السلبية. هلا عندما يبقى الإنسان في أفكاره السلبية غالبا يتجه نحو المرض النفسي والاضطرابات النفسية. عندما لا يستطيع تجاوز هذه الخبرة الصادمة التي برى بها هنا للأسف هو يتجه نحو المرض النفسي، فأيضا تكثر لديهم الاضطرابات السلوكية الانفعالية. بتلاحظي ممكن يتجهوا إلى الكذب إلى السرقة إلى أذية النفس العدوان احنا بنسميه. أحيانا لا يؤذي الآخرين يشوه جسده بأدوات حادة ينتقم من حاله معنه هو ضحية يعني. نعم صحيح. إذن هو يحاول أن يعبر عن الألم الذي الموجود فيه بشكل أحيانا بيكون غير مباشر، فهذه الأعراض هي حقيقة يعني أعراض لابد أن تلفت نظر الأشخاص من حوله، فكلما زادت شدتها هنا أصبحت لدينا الحاجة لطبيب نفسي. إذا فينا نقول أنه من الضروري أن يكون كل من مورس عليه الاعتداء الجسدي صحيح. هو مضطرب نفسيا أو قد يقول إلى مضطرب نفسي أو هو ممكن فعلا يتجاوز هاي لا. هو مو أن عليه مضطرب نفسيا لكن هو بحاجة إلى دعم نفسي حتى لا يصل إلى درجة الاضطراب النفسي. هي هون الفكرة أنه إذا قدم له دعم نفسي نستطيع أن نساعده على تجاوز الحالة الصعبة التي مر بها. لكن هل يوجد مراكز يعني تدعم هذا الموضوع ولا هلا في سوريا؟ أنا تواصلي مع سوريا في الداخل في مراكز حقيقة يعني لو أنها قليلة لكن أيضا موجودة هاي الخدمات في الداخل السوري. أيضا في المناطق اللي هاجر إليها السوريين موجودة هاي المراكز منتشرة يعني ربما لا تكون كثيرة لا تكون كافية لكن خليني أكد لك على أن نسبة الأشخاص اللي بيلجأوا لهذه المراكز قليلة. نعم. يعني نعم. بمعنى نسبة جدا قليلة بتكون حقيقة. رح نحكي أكيد مطولا بهذا الموضوع بس رح نروح هلأ مع مشاهدينا لنشوف إنفوغراف حول هذا الموضوع لعدة منظمات حقوقية ودولية رصدت انتهاكات النظام الجنسية ضد السوريين. مشاهدينا انضم لنا عبر السكايب المحامي ابراهيم العلبي مدير البرنامج السوري التطوير القانوني. اهلا وسهلا فيك استاذ ابراهيم. اليوم عم نحكي عن تقرير من المركز السوري للعداله والمساءله، برايك انت شو هي اهميه مثل هاي التقارير من الناحيه القانونيه؟ مساء الخير لكم أستاذ المشاهدين. طبعا هالتقارير اللي بتطلع من منظمات حقوقية هي تقارير مهمة جدا قانونيا وأيضا للمناصرة. هاي التقارير حتى في المحاكم تستخدم من أجل رسم سياق
واضح للانتهاكات لما يصير في محاكمات لهالأمور. هي أيضا بتعزز قول الشهود لما يطلعوا ويحكوا يدلوا بشهادة معينة قدام محكمة معينة أو مكان تاني، فبتورجي أنه ما هو فقط الشاهد أو الشاهدة هي الوحيدين اللي عم بيحكوا بهالمجال، وإنما في تقارير حقوقية من منظمات عملت دراسات واضحة بتأيد حكيهم. وطبعا هي مهمة جدا للاستخدام بطرق غير الأمور القانونية بشكل خاص، وإنما مثلا لمكافحة إعادة الشرعنة، مكافحة فكرة إعادة الأعمار مع المجرمين، شغلات بتمس العقوبات إذا الأشخاص اللي ارتكبوا هالانتهاكات موجودة أسماءهم، فإلى استخدامات كثيرة، بعضها قد يكون للمناصرة والبعض الآخر قد يكون جانب قانوني أو دليل أو إثبات. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه أستاذ إبراهيم، كيف نثبت التعرض للعنف الجنسي اللي ممكن يكون قد مر عليه أعوام يعني؟ طبعا أول نقطة أنه جرائم الحرب والاغتصاب والعنف الجنسي هي جرائم حرب إذا استخدمت في سياق حرب، فهي لا تسقط بالتقادم، فمهما مرت الأيام والأعوام فهي من الناحية القانونية لا يمكن القول أنها يعني مضى عليها وقت معين قانونيا وبالتالي لا يمكن ملاحقة مرتكبيها، وهي أيضا لا تسقط بالعفو، فبالتالي حتى لو صدر عفو عام أو اتفاق سياسي بخصوص أمر ما فجرائم الحرب لا تتأثر بمثل هذه الأمور، وهذه نوعا ما يعني تعتبر يعني أمر إيجابي. طبعا لكن كما تفضلتي إثبات هذه الأمور يعني تحتاج إلى شهادات، وهذه الشهادات يعني هي صعبة على الناجين من هذه الجرائم، وتحتاج إلى مختصين وقانونيين لإخراج المعلومات المهمة من هذه الشهادة ووضع واستخدامها في المحاكم عندما تأتي المحاكم المختصة والمحاكم التي لديها سلطة قضائية على مثل هذه الأمور. طبعا ولذلك نحن دائما نشجع أن تكتب الشهادات في أقرب وقت، أن يتم التعامل مع المنظمات القانونية المختصة والتي لديها يعني سمعة جيدة في مثل هذا المجال من أجل يعني الرجوع إليها في مرحلة لاحقة، لأن يعني الذاكرة تتأثر نحن خاصة في مثل هذه الجرائم الفظيعة التي يعني يحاول طبعا أول شيء النظام طمسها من خلال البروباغندا وغيرها، ويعني هي جريمة حتى العقل البشري يحاول أن يتناساها قدر الإمكان لما تسببه من آلام جسدية وآلام نفسية. نعم. نعم. بما أنه ذكرت موضوع الوقت والأعوام كنت أرجع على الأستاذة نسيبة، برأيك دكتورة هل الوقت كفيل أنه يحاول يمحي آثار مثل ما ذكر ضيفنا الأثر النفسي للموضوع عند المعرض لهذا يعني خلينا نقول الضحية؟ نعم، هلا انا ذكرت لك اضطراب ما بعد الصدمه احيانا يمر عليه فتره يعني 6 أشهر احيانا سنوات لحتى تظهر الاعراض على هذا الشخص، فبالتالي بعض الاشخاص يستطيعوا تناسي هذا الموضوع لكن بعضهم لا يستطيعوا، فتظهر هذه الذكريات عن طريق هذه الاعراض التي تحدثنا عنها. اذا من الصعب على الانسان احيانا تناسي الخبرات المؤلمه التي يمر بها خاصه اذا لم يتلقى دعم نفسي يعني بشكل أكاديمي. نعم نعم بشكل متخصص يعني. رح أرجع لك نسيب، رح أنتقل عند أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هل استطاعت المنظمات الدولية أو الحقوقية أن تتخذ إجراء بحق النظام طوال هذه السنين؟ طبعا من الناحية القانونية المنظمات الحقوقية السورية والمنظمات الدولية تقوم بمجهود جبار لعدم ترك الساحة فارغة أمام المجرمين ولمحاربة فكرة الإفلات من العقاب. طبعا علينا أن نتذكر أننا نحاول من جهة ولكننا نحن نتعامل مع منظومة دولية بنيت على مصالح الدول، بنيت على سياسات معينة، وبالتالي هي معركة صعبة وهي جبهة، ولكن في نفس الوقت على لسان مديرة أو رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي من شأنها إعداد الملفات القضائية للمساعدة في ملاحقة مرتكبي الجرائم الفظيعة في سوريا، أن سوريا هي من أكثر الدول بعد الحرب العالمية الثانية أو قد تكون أكثر الدول التي تمت فيها توثيق للانتهاكات بشكل واضح. تم استخدام هذه التوثيقات في القضايا التي أو الدعاوى التي سمعنا عنها في أوروبا والتي أدت إلى
يعني استخراج مذكرات اعتقال بحق أشخاص متهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم. قد يكون تأثيرها محدود في الوقت الحالي، ولكنها تعد رسالة أننا كسوريين وكمحامين لن نترك هذه المساحة فارغة، لأن اليأس في هذا المجال هو فقط من صالح المجرم، وهذه الجرائم لا يمكن غض الطرف عنها مع يعني محاولات المجتمع الدولي بشكل عام تجاهل هذه الأمور واتجاه إلى إعادة الشرعنة. ولكن إلى الآن يعني قامت المنظمات الحقوقية السورية والدولية بالوقوف قدر الإمكان ضد إعادة شرعنة المجرم ومحاربة فكرة الإفلات من العقاب بكل ما أوتينا من قوة. نعم أستاذ إبراهيم، إذا بدنا نحكي على الفرق بين الضحية الموجودة الآن بالداخل السوري والضحايا الموجودين في دول الجوار أو في أوروبا، شو الصعوبات بتواجه كل منهم؟ يعني مين اللي وقع الموضوع عنده أصعب، أو هل بيقدروا فعلا يتوجهوا للمنظمات أو حكومات ترعاهم؟ طبعا يعتمد شو الهدف اللي بدنا نحققه. من ناحية توثيق الانتهاكات ومن ناحية الرعاية، فهذا الشيء متوفر إلى حد ما، أو يمكن يعني توفيره في داخل سوريا بصعوبة، أو في دول الجوار بشكل أسهل قليلا، ولكن هم بيعتمد شو الهدف اللي بدنا إياه. أما إذا عم نحكي على موضوع أن يعني هؤلاء الناجين يتم استخدامهم أو هن يدلوا بشهاداتهم من أجل ملاحقات قانونية ورفع دعاوي وهذه الأمور، فالقوانين الأوروبية بعض الدول فيها تسمح ولديها مرونة أكبر بالتعامل مع يعني الجرائم التي ارتكبت في أرض غير أرضها، يعني في مثلا ألمانيا مثالا وفرنسا وبلجيكا وغيرها. ولكن هذا لا يعني أن الناجي أو الناجية أو الضحية في 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 داخل سوريا أو في دول الجوار ليس لديهم سبل الوصول إلى هذه المنظمات الدولية. هذه المنظمات الدولية سبل التواصل معها موجود ومتوفر، وهي تأتي بزيارات إلى دول الجوار، وحتى من هم بالداخل يمكنهم التواصل معهم عبر الإنترنت والإيميل ومقابلات السكايب وغيرها. ولكن ما في خوف أمني يعني من موضوع التواصل؟ طبعا في خوف امني، وهذا على عاتق المنظمات انه يشرحوا، وعلى عاتق الشاهد انه تكون عنده موافقه مستنيره لهالامر. طبعا اي حدا يعني الان يعني بقراره نفسه يتقدم من اجل اعطاء هذه الشهادات يعرض نفسه للخطر، لاننا نتعامل مع نظام فاشي مجرم يحاول قمع وتسكيت واسكات جميع من يقومون بالتوثيق ضده. ولكن هناك الكثير من اختار أن يتحدث وأن يرفع صوته بالرغم من وجود هذه الإشكاليات وهذه المخاطر. وطبعا هناك طرق لإدارة هذه المخاطر، منها إخفاء الاسم، إخفاء الوجه، تغيير الصوت، استخدام شهادات بدون وضع أسماء معينة. هناك الكثير من الطرق التي يمكن للمنظمات الدولية المختصة التعامل مع هؤلاء بطريقة قدر الإمكان لتخفيف والتعامل مع الآثار الخطيرة التي قد تنتج من إدلاء شهاداتهم. نعم أستاذ إبراهيم، رح أرجع لعندك، بس رح أنتقل لعند نسيبة. ما هي آثار بوح الضحية بحكايتها؟ هل لها آثار سلبية إيجابية؟ ممكن تعددين إياها؟ يعني هلا غالبا الأسرة المتقبلة للشخص الذي وقع عليه الأذية لابد أن تقدم لهذا الشخص يعني بوادر أمان تمنحه الأمان، بحيث يستطيع أن يتحدث عن الخبرات الصادمة اللي مر بها. عندما يتحدث أي شخص عن الخبرة الصعبة التي مر بها، نحن نعتبره هون يعني بوادر شفاء. فالشخص عندما يتحدث عن الألم الذي مر به هو يفرغ نفسيا مجموع الآلام التي مر بها. معرفة أنه لا يوجد شخص يتحدث عن آلام مرة واحدة، أحيانا بتمر هي على فترة زمنية معينة يستمر فيها الشخص في التحدث، وأثناء الحديث ينتاب الشخص مثلا نوبات من الغضب، من الألم، من البكاء، من التوقف. أيضا عدم إجبار الشخص على التحدث أو يعني دفعه، لابد أن يترك الشخص بحيث يتحدث هو عن الخبرة التي مر بها بشكل يعني تلقائي. دائما تساعدنا الحديث
الحديث عن الآلام التي مرنا بها، فبهي الحالة نستطيع تجاوز المرحلة الصعبة مع تقديم الدعم من الأسرة أو من قبل شخص يعني أخصائي. إذن عندما يتحدث هذا الشخص نعتقد أنه هي بوادر شفاء بالنسبة له. أيضا لابد أن أركز أنه إلى اتجاه سلبي من يعني الجانب السلبي، أنه ممكن تقول أنه تنتقل هاي الخبرة فيحاسب عليها مثلا من قبل النظام إذا هدد أنه هذا الشخص لا تنشر ما قال، فبالتالي من جانب أمني قد يحاسب. أيضا من جانب مجتمعي، المجتمع لدينا أحيانا يرغب بأن يطمن أنه هذا الشخص لم يتعرض للأذية. عندما يتحدث أنني فعلا تعرضت للأذية، في هذه الحالة هو يعني يأخذ تهمة أو وصمة عار من ناحية بالضبط. المجتمع، فمهما حاول الأهل أو الأقرباء تقبله للأسف تبقى لدينا نحن يعني مجتمعاتنا يعني هو الأساس غير ناضجة. التربية الجنسية اللي تربينا عليها يمكن هي اللي عملت هذا العائق. يعني هي بدها يمكن سنوات خاصة أنه هذا شخص مظلوم، يعني للأسف هو يظلم من قبل الدولة، سواء كان إذا يعني سجن أو أحيانا يظلم من قبل المجتمع. فنفس الظلم هو يتعرض له من أكثر من جانب، فبالتالي نحن لابد أو بحاجة إلى توعية المجتمع أن هؤلاء الأشخاص هم أشخاص مظلومين وضحايا. نعم صحيح. وضع آليات كيفية تقديم الدعم لهم، كيفية مساعدتهم. نحن تحدثنا دائما عن جانب النفسي، ولكن في الحقيقة أيضا الجانب التعليمي أو الاقتصادي. عندما الأسرة تساعد الفرد الذي تعرض إلى هذا الأذية بمتابعة حياته، إذا كانت مثلا فتاة تكمل تعليمها تلتزم بمهنة معينة، إذا كان شاب بمعنى تساعده على الرجوع إلى الحياة العادية، هذا أيضا له جانب نفسي ولكن مهمل. فالجانب النفسي والجانب الاقتصادي وأيضا الجانب التعليمي هو واحد، يعني نحن نستخدم في الجانب النفسي جميع هذه الجوانب لمحاولة يعني مساعدة الشخص على تجاوز هذه الأزمة التي مر بها والرجوع إلى حياة الطبيعية التي كان يعيش بها. مثل ما ذكرتي دكتورة، دائما التعامل معه أنه كل شيء طبيعي وأنه ما صار شيء والحياة رح ترجع، لكن هذا لا يصح. هو دائما عم نداري ونخاف عليه وإنه ولكن لا يعني. يستطيع، هو مر في أزمة صعبة جدا، فمن غير الصحيح أن نقول له أنه مررت بهذه وسهلة وسوف تتجاوزها، لو في الحقيقة يعاني معاناة جدا كبيرة، فبالتالي هذه المعاناة تستلزم منا دعمه. ولا عندما نخبره أنه هاي مهرة سهلة ومريت فيها، لا في الحقيقة لابد من إشعاره أنني أتعاطف معه وأنه فعلا يعني محنة صعبة مر بها ولازم تتجاوز. نعم، بمزل جهود معينة يستطيع تجاوزها. نحن رح نشوف المشاهدين شو جاوبوا على سؤال حلقتنا لليوم. بعد توثيق عدد من المنظمات الحقوقية لانتهاكات النظام الجنسية، هل يتوجه الناجون والناجيات من العنف الجنسي في سوريا إلى محاكمة النظام؟ 32% فقط قالوا نعم و 68% قالوا لا. بدنا رأيك أستاذ إبراهيم بنسبة تصويت أغلب يعني الأغلبية عم تقول إنه الناس ما حتقدر تتوجه لمحاكمة النظام. طبعا هي نسبة التصويت برأيي متوقعة، لأنه المجتمع الدولي مجتمع عاجز والشعب السوري مل من الأكاذيب التي تم طرحها، ولكن مع أنها يعني نسبة متوقعة، هي يعني يجب علينا توعية هؤلاء الأشخاص ويعني عدم السماح بترك هذه المساحة فارغة والضغط. وهناك حالات نجحت فيها بعض المنظمات الحقوقية بإذكاء يعني استخراج مذكرات اعتقال ضد أشخاص معينين، واستطعنا محاسبة النظام بطرق أخرى، من منعه مثلا من موضوع إعادة الإعمار التي يعني هو يقاتل من أجلها والتي يقاتل من أجلها حليفه الروسي. نجحنا إلى إضافة بعض الأشخاص على قوائم العقوبات. يعني لدينا يجب أن نضبط سقف التوقعات. ما الذي نقصده من محاسبة النظام؟ محاسبة جميع الأفراد وجميع الأشخاص بمحاكم عادلة بمدة قصيرة بمبالغ قليلة؟ هذا طبعا أمر صعب، ولكن لا يعني هذا الأمر أن نترك المجرمين أو نعطيهم بيئة من الحماية والإفلات من العقاب، أو أن نيأس نحن أنفسنا، لأننا هنا أصحاب حق والقانون يعني شاء من شاء وأبى من أبى. القانون الدولي الذي هو صنيعة الدول هو في مصلحتنا. النظام يخترق كل يوم والآخر القوانين الدولية، وطالما أن هذه القوانين الدولية موجودة فعلى عاتق المجتمع الدولي محاسبة
منتهكين هذه الدول. وطبعا علينا أن نتذكر أننا لا نتعامل مع نظام يحاول يعني غلق أبوابه وعدم التعامل مع المجتمع الدولي، نحن نتعامل مع نظام يحاول إعادة شرعنة نفسه في المجتمع الدولي وفي أروقة الأمم المتحدة، وطالما أنه يحاول في هذا الصدد فيجب علينا نحن أن نكون متواجدين في تلك الجبهات، وسميها جبهات بكل معنى الكلمة، وقطع الطريق. نعم طبعا الإنجازات لا يمكن فقط قياسها بما تم فعله، ولكن أيضا يجب قياسها بما تم منعه. ما هي يعني ما هو الوضع الذي سوف نكون فيه اليوم إذا لم تكن هناك التوثيقات ولم تكن هناك هذه التقارير الحقوقية ولم تكن هناك هذه الدعاوى ولم يتحرك اللاجئون في 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 بلدان الجوار وفي أوروبا؟ بالتأكيد أجزم لكم أن الوضع كان ليكون أسوأ بكثير. نعم، ولكان النظام تم إعادة شرعنته بسرعة أبطأ. فنحن حتى لو لم نستطع تغيير الدفة فيعني أقل ما يمكننا فعله هو الأخذ بالأسباب ومحاربة عدم أن تكون الدفة يعني اتجاهنا وتكون باتجاه يعني إسقاط حقوق الضحايا والتأثير على السردية التي يحاول النظام منذ اليوم الأول التحدث على أنها إرهاب. فهذه التقارير أيضا وهذه القضايا مهمة جدا أيضا للتاريخ، أن يعني أن حقبة ما بعد 2011 لم تكن حربا على الإرهاب وإنما يعني حراك حقوقي. نعم أستاذ إبراهيم، كلمة إليك أخيرة نسيبة. يعني أنا بشكر التقارير اللي طلعت عن هاي المراكز البحثية، هي حقيقة جدا مهمة أيضا كدعم نفسي للأشخاص اللي مروا بهي التجارب، إنه في أشخاص عم بتساعدهم. نعم، وإنه في أشخاص عم تحاول تحقيق العدالة. هذا يشعر الأشخاص إنه فعلا في هناك من يقف معنا، هناك من يساندنا، هناك من يعترف بالظلم الذي وقع علينا. أيضا أحيانا العدالة تحقق ولو ما تحققت في هذه الأيام. في نحن شهدنا أحداث كثيرة في العوالم تحققت العدالة لو بعد سنوات عديدة. شعور الإنسان أن حقي لن يضيع وربما أخذه لو بعد فترة، هذا يخفف من الأذى النفسي الذي مر به. نسيبة جلال، استشارية نفسية، بدي أشكرك. وكان معنا عبر السكايب المحامي إبراهيم العلبي، عضو مركز جارينكا للعدالة الدولية ومدير البرنامج السوري للتطوير القانوني. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا. مكملين معكم مشاهدين لكن بعد الفاصل.